هذه المقادير اللي استخدمها عجينة جلاش. هذه الحشوة عبارة عن تشكيلة أجبان بقدونس، وهذه التسقية زبدة بيض حليب. شايفين كيف؟ أسهل من كده ما في. طبعا هسويها بالتنور المنزلي، تقدروا تسووها كمان بالفرن. طيب أول خطوة بحضر الحشوة، زي ما قلت هذه تشكيلة أجبان، هذا بقدونس، بنزل عليهم شوية زيت زيتون عشان أطريها، كمان شوية أوريغانو، نخلطهم كده كلهم سوا. حضرت الحشوة، بحضر التسقية، عندي هنا بيض، بالإضافة للحليب، بالإضافة إلى الزبدة، نخلطهم سوا. نزلت طبقة من الجلاش وادهنها بالتشريبة بالكامل. خلصت الطبقة الأولى، هنزل فوقها طبقة ثانية زي كده. طبعا عجينة الجلاش رقيقة جدا، فانتبهوا تتقطع معاكم لما تفردوها. أنا على بالي إني بصور أتاري، أنا مصور صورة وثابت الجوال. المهم نزلت الحشوة زي ما أنتم شايفين زي كده على الطرف، دحين هلفها بشكل رول. خلاص هذا الرول حقي صار جاهز. هذه الصينية اللي هحضر فيها، وهذا الرول هنلفه بهذا الشكل زي كده. في الوسط خلاص، دحين أكمل باقي الرولات. هذا آخر رول. كده صينيتي جاهزة. شوفوا ما شاء الله. آخر شيء هدهن الوجه بالتشريبة ونزودها شوية. طبعا أنا مدهن الصينية زبدة قبل لا أنزل عليها الرولات. هنزل عليها شوية سمسم، حبة سودا كمان. خلاص كده جاهزة لنخبزها. التنور على حرارة 2، هخليها تقريبا ربع ساعة، وبعدين في الأخير هرفع الحرارة عشان أحمر الوجه. سلام يا سلام، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هنا عشان رفعت الحرارة شوية عشان أحمر الوجه انلسعت شوية، بس شفرش. هذا
هذا بوريكنا الجميل صار جاهز، خليه يبرد شوية كده ونقصه. تفضلوا يا جماعة. لسه ما قصينا. شوية وتفضل. تبارك الله، تفضلوا كده يا جماعة. السلام. شايفين كيف الحشوة من جوا؟ زي ما قلت أنا مستخدم خليط أجبان، أنتوا تقدروا تستخدموا نوع واحد، النوع اللي تحبوه. لساتها زي النار يا جماعة، ما استنيت عليها تبرد. تفضلوا يا جماعة.